إذن مرحبا بك سي حسين الشهراوي على أخبار الفجر المغربية. ثانيا نحاول أننا نتكلم على الاجتماع اللي جمعكم مع الإخوان ديال ائتلاف الجمعيات الرياضية. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة. حسين الشهراوي، المدير الجهوي لقطاع الشباب والرياضة بجهة مراكش أسفي. نزولا عند طلب الإخوان في الائتلاف ديال الجمعيات الرياضية بمدينة مراكش، وبعد سلسلة من الجلسات عمل مع ممثلي الائتلاف على مستوى ديال المديرية، عقدنا واحد لقاء تواصلي موسع مع الائتلاف للجمعيات الرياضية بمدينة مراكش، واللي كانت تناقشت فيه واحد مجموعة ديال النقاط الأساسية اللي كانت شكلات جدول الأعمال ديال اللقاء. وكان لقاء مثمرا، وكان كذلك مناسبة لإحياء وتجديد جلسة التواصل مع الحركة الرياضية بمدينة مراكش، وكانت كذلك مناسبة لتقاسم الهموم والانشغالات ديال الجمعيات الرياضية على مستوى ديال مدينة مراكش. فبعدنا تلقيناها في المقر ديال المديرية، تم عرضنا واحد المجموعة ديال واحد العرض على مجموعة من التدخلات ديال الوزارة ديالنا في مجال ديال تأهيل البنية التحتية للقطاع الرياضي، بحيث أن مكنا الإخوان اللي محاضرين في الاجتماع من الاطلاع على المجهودات التي تقوم بها الوزارة في هذا الباب، وكذلك الشركاء ديالها على مستوى ديال جهة مراكش ككل، بحيث أنه تم عرض جميع المنشآت الرياضية اللي هي التي تم إنجازها والتي توجد في قيد الإنجاز، وحتى المشاريع الاستثمارية ديال الوزارة ديالنا على المدى البعيد. فكذلك كانت فرصة باش نتحاور مع الإخوان ونتعرفوا على جميع المشاكل اللي كتخبط فيها الائتلاف ديال الجمعيات الرياضية بمدينة مراكش، بحيث أن السيد رئيس مشكوان رئيس الائتلاف قدم واحد العرض قيم اللي ضمن فيه واحد المجموعة ديال المشاكل التي تتخبط فيها الجمعيات الرياضية بمدينة مراكش، وخاصة في ظل جائحة كورونا التي نعيشها في البلاد ديالنا حتى على المستوى العالمي. فبين هذه المشاكل، مشكل ديال ملاعب القرب وكيفية الاستفادة من الحصص ديال هذه الملاعب، كذلك مشكل ديال بعض القاعات الرياضية اللي هي مسدودة، فعلا مسدودة في إطار الإجراءات المتخذة على المستوى الوطني، ولكن تنشوفوا الإخوان تيطلبوا أنه نفتحوا واحد النقاش مع الجامعات الترابية، الجامعات اللي هما كتدخل في الاختصاصات ديالهم تدبير هذه القاعات. ثم كذلك طرح الإخوان كذلك مشكل ديال قاعات بن شقرون اللي عندنا في الدوديات، والتوديعات باش يعرفوا شنو هي الوضعيه ديال القانونيه، خاصه بعد ما تم فسخ الاتفاقيه ديال اللي كانت تربط الكوكب المراكشي مع الوزاره ديالنا ما يتعلق بتدبير هاد المنشاه الرياضيه. كذلك الاخوان كيطالبوا انه المديريات التدخل ديالها والترافع بالمشاكل ديالها وكذلك المطالب ديالها لدى السلطة الولائية، وكذلك مع الجماعات المحلية والمعنية، وكذلك مع اللجنة ديال الإقليمية للمبادرة والتنمية البشرية، ومع الجامعة والعصبة، الجامعة الملكية لكرة القدم المغربية لكرة القدم، وكذلك عصبة الجنوب لكرة القدم، في واحد مجموعة ديال المواضيع اللي هما كيعتبروها فيها واحد النوع ديال الإشحاد. ثم دائما في نفس العرض اللي قدموه السيد الرئيس انه عبروا على الحاجه ديالهم الى تكوين في المجالات اللي هما كيشوفوا فيها كاين واحد الخصص. اذا هادو هما اجمالا المشاكل اللي هي مطروحه على مستوى ديال في هذا الاجتماع، هذا اللقاء، وبعد نقاش وكذلك حوار وصلنا لواحد المجموعه ديال التوصيات.
التوصيات اللي التزمت الوزاره انها التزمت بها المديريه على انها تحاول تنفذها، ونحاولوا نحلوا المشاكل اللي ممكن نحلوها محليا غنحلوها، واللي ممكن نحلوها على مستوى ديال الوزاره غادي نحلوها، واللي ممكن غادي نطرحوها على الوزاره، واللي ممكن نحلوها على مستوى ديال المتدخلين الاخرين غادي نعرضوها عليهم في اطار اجتماعات، في اطار جلسات عمل مع السلطه الاقليميه، جلسات عمل مع المجالس المنتخبه، وجلسات كذلك عمل مع عصبه الجنوب لكره القدم، اللي نحاولوا باش نبددوا جميع الاكراهات اللي كتعانيها هذه الجمعيات. فعلا لان الجمعيات في ظل هذه الجائحه راه كانت التاثير ديالها كان تاثير سلبي على مستوى ديال الحركه الفعل الرياضي، حتى على مستوى ديال الحركه الرياضيه في المنطقه ديالنا، كما هو الشان بالنسبه لباقي المناطق ديال المغرب، لان كانت ظروف القاهره وهي ظروف ديال الكورونا. اذا هادو هما جمعنا هذوك التوصيات، درنا واحد التقرير شامل، وغادي نشوفوا مع الاخوان ديال الائتلاف كما اتفقنا معهم انهم يقراو معنا هذاك التقرير، ربما نساو شي فكره ولا تكون عندهم شي اقتراح ولا شي حاجه، ونعاودوا نسيروه بالصيغه تكون مشتركه، وهذاك التقرير سيتم رفعه للوزاره وكذلك للجهات المتدخله، واللي هما كيطالبوا باش يكون واحد التواصل معاهم باش نحلوا المشاكل اللي هي مطروحه اذا هادو هما تقريبا النقاط اللي نتداولها في اطار اللقاء اللي جمعنا مع الائتلاف. والائتلاف حنايا كقطاع الشبكه كنعتبروه الشريك الاساسي ومهم في مجال ديال التربيه، ومجال كذلك ديال التاثير والتنشيط الرياضي، فلابد انه يكون واحد النوع ديال التواصل مستمر، التواصل دائم مع الجسم الرياضي على مستوى ديال الجهه ديالنا، والتعاون معهم والدعم ديالهم قدر المستطاع، وكذلك انجاز مشاريع مشتركه في مجال ديال التنشيط الرياضي، وكذلك مجال ديال تحريك الفعل الرياضي في المنطقه ديال حنايا ديال جهه مراكش الاسفي. فهادو هما وكذلك حنا عبرنا على ان المديريه ديالنا مفتوحه امام الجميع، والابواب ديالنا مفتوحه للجميع، وكل شيء يناقش، كل شيء تيكون فيه الحوار، وان شاء الله بحول الله غادي نسطروا معاهم واحد البرنامج مهم، برنامج ديال الدورات التكوينيه، لانه عبروا على انهم في حاجه الى الدورات التكوينيه، والحمد لله المديريه فيها اطر يعني عندها واحد المستوى كبير، وعندها كذلك خبره في المجال ديال التدبير الرياضي، ونسطروا كذلك واحد مجموعه ديال الانشطه، يمكن تكون انشطه اشعاعيه وانشطه اخرى، باش ان شاء الله الفعل الرياضي يكون نتعاونوا فيه جميع باش يعطي نتيجه ان شاء الله بحول الله.